محمد أسعد قريعة مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء المعروف بدار البارون دي مانجي في سيدي بوسعيد. نهار من نهارات قاعد نشتغل على روحي جيني وريقة من السيد يعني وزير الثقافة هذاك وريقة يقول لي راهو سي محمود الرزقي اللي هو أحد أعوان المركز مختص في الصوت يقول لي راهو باش يتم وضعه على ذمة مهرجان كرتاج من 2 أوت عفوا من 2 ماي حتى 31 أوت 2013 يعني 4 شهور على ذمة مهرجان كرتاج. ترددت شوية باش نكون في الباب بعد كلمني السيد رئيس ديوان وكذا سيد شيخ تمرق. نهار 12 جويلية 2013 يعمم السيد وزير الثقافة يعمم منشور على جميع الإدارات. المنشور هذا يضبط يعني الإجراءات في خصوص تأجير الأعوان خلال التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية. يعني منشور يهم سي محمود الرزقي مباشرة ويقول فيه يذكر بالقانون تاع الوظيفة العمومية عدد 112 لعام 83 يقول راهو العون العمومي إذا كان باش يتفرغ لعمل خارج إدارته الأصلية راهو مطالب باش يعمل منحة باش يعمل عطلة بدون أجر. بطبيعة بما أن العون هذا يشتغل في المركز اللي أنا نديره فوجهته برقية على أساس أنه البرقية هاي موجودة بعثنا هالو قبلها بعثنا رسالة مضمون الوصول ما جاوبناش ولينا بعثنا برقية قلنا له الالتحاق فورا بمقر العمل نتاعك. ردا على البرقية هذه فوالي جاوبنا سي محمود الرزقي أو جاوبنا معنا أو يجي يلتحق بالعمل نتاعه المفاجأة جينا رسالة فاكس صادرة من مكتب السيد رئيس ديوان وزير الثقافة من وزير الثقافة إلى مدير عام مركز الموسيقى العربية والتصدية يقول لي فيها ردا على البرقية التي بعثتموها إلى السيد محمود الرزقي وهنا سؤال كبير ياسر معنا أن الرأس العون ما كان مديره يجاوبني في بلاصة وزير الثقافة وهنا إشكال معناها ما تصيرش ما وزير يجاوب في عوض عون معناها ما تصيرش على كل حال يجاوب يقول لي راهو السيد ما رد على البرقية هذيك راهو السيد محمود الرزقي غير مشمول بمضمون المنشور الذي وصلكم في الغرض. هذا قانون يهم الوظيفة العمومية وشنو الاستثناء اللي عنده سيدي بالك ثم استثنائهم في باليش بيه. فكان بطبيعة أني رسلت مراسلة يوم 31 جويلية هذا يعني ديشارج بتاعها من وزارة الثقافة بين قوسين وزير الثقافة مانع على جميع الإدارات يحطوا التاريخ في المراسلة تمشي له مراسلة بالتاريخ ما يقبلهاش البيرو دوردي ما يقبلهاش دونك مضطرين ما نحطوش هنا لكن هاو ديشارج وقتاش وصلتوا نهار 31 جويلية. إيش يقول إيش نقول فيها؟ قل يا سيدي الوزير راهو تقول لي السيد هذا ما عندوش راهو عنده استثناء بالله اشرح لي شنو هو الاستثناء هذا؟ راني أنا في وضعية غير قانونية راني السيد قاعد نخلص فيه وماهوش قاعد يخدم في السنتر دونك أعطيني الإطار القانوني. الجواب نتاع السيد وزير الثقافة كان محاولة إعفائي من مهامي كمدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية يعني أنا يا نتورط في الفساد ونولي معناها مشمول بالفصل 96 الشهير نتاع اني باش نعطي منفعه للغير ومش نضر بالاداره وفيها اقل شيء 65 حبس يا ما نمشي معاه في الخط هذا ولا ينحين عاد نفضل ينحين اما بطرق قانونيه. نجيو طور الفصل الثاني من المسلسل ونلقاو لازم نشرح الساعه الوضعيه نتاعي الاداريه باش تفهموني. انا في الاصل استاذ في التعليم العالي تابع جامعه تونس وقاع معناها الحاقي بما اني باش نولي نخدم انا في مركز الموسيقى العربيه المتوسطيه كمدير عام دونك يلزمني قرار الحاق. قرار الحاق هو هذا فيه معناها امور معناتها قانونيه مضبوطه. قرار الحاق لازم يكون فيه راي مدير عام مركز الموسيقى العربيه المتوسطيه وهنا لازم نفرق شويه ما بين شخصي كالاسعد قريعه الاستاذ في التعليم العالي والشخص لا بيرسون مورال معناها الشخصيه فما المعنويه فوالا فما كيفاش الاخرى بيرسون فيزيك الشخص الطبيعي. اذا اذا نميزوا هنا ما بين الشخص الطبيعي اللي هو سي الاسعد قريعه وما بين الشخص المعنوي اللي هو المدير العام.
دونك بما اني ملحق انا كلاسعة تقريعة لمركز الموسيقى العربية المتوسطية، يلزم في القرار هذا يتم اخذ رأي مدير عام مركز الموسيقى العربية المتوسطية. هذا اجراء اداري عادي جدا، وينص على اني طلبت الشيء هذا، وصحيح طلبته يوم 24/12/2012، طلبت الحاقي لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. ويصير قرار هنا من جملة الاشياء يقول اشكون ينفذ القرار، ينفذ وزير التعليم العالي وينفذ مدير عام مركز الموسيقى العربية المتوسطية. امضى باش تلقى فيه من وزير التعليم العالي او من ينوبه، من جهة اخرى باش تلقى مدير عام مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، اللي هو كومبارازار هو بيدو لسعة قريعة صح لهنا على لسعة قريعة اللي باش يتم الحق. هذا القرار. دونك وزير الثقافة يحب يعفيني في على وجه السرعة باش يلم الحكاية نتاع سي هذا سي الرزقي، المقاش حتى حل الا انه يعمل لي او يبعث لي قرار انهاء الحرب يوم 7 اوت. يجيني القرار هذايا اللي فيه معناها ديفيز دو فورم عند دو فورم بلاش حساب، هذا نتبعوه. يجي هنا ما يذكرش راي مدير عام مركز الموسيقى العربيه ومتوسطية، يعني كمدير عام يلزمني نعلم بالوضعيه نتاع اعواني الكل بما فيهم سلسله تقريع ما علمنيش. والاخطر من كل ذلك يحطوا لي في القرار هذا وبناء على مطلب المعني بالامر بتاريخ 1 أوت 2013. يبان لي علمكم ما عملتش مطلب لا شفوي ولا كتابي في الامور هذه، ما شفوي ما يكلش. دونك ما ثماش مطلب وانا ما عملتش مطلب. وهنا ثم زوج حالات، يا اما وقع افتعال هذا المطلب وهنا معناتها مصيبه كبيره، والا نفس الشيء وقع الايهام بوجوده فتم تزوير ارادتي. وفي كلتا الحالتين الشيء هذا يدخل تحت طائلة القانون الجنائي وعقوبته خطيرة جدا. يجي نرجع نمشيو للقرار. يقول القرار اني انا تم عفائي يوم 1 اوت، مش عفائي هذا تم انهاء الحقي يوم 1 أوت 2013. انا ما في باليش به شيء هذا وما صارش، ما عملتش مطلب، وما همش حاطين هنا شكون مكلف بتنفيذ هذا القرار، شكون باش ينفذ، مش محطوط. المفروض يحطوا هنا وزير التعليم العالي ومدير عام مركز الموسيقى العربية مكلفان بتنفيذ هذا القرار كما في القرار الاخر، ونحاوها لانها معناها ما نجموش يحطوها. نوصلوا لطامه اخرى، مصيبه اخرى، اللي مصح هنا عن وزير التعليم العالي رئيس ديوان وزير التعليم العالي، والمفروض كما في قرار الالحاق مدير عام مركز الموسيقى العربية المتوسطية اللي هو انا نصح. إيش نلقاو هنا؟ نلقاو مدير عام مركز الموسيقى العربية المتوسطية، ويجي السيد وزير يحط الطابعة نتاعه ويصح من دون أي وجه حق، وما عندوش الحق يحل محلي في الإمضاء، لأن ما ثم حتى ظرف طارئ أو ظرف قاهر يجعلني غير قادر على الإمضاء، وقت ينجم ياخذه بالقوة هو، أما تو ما نجمش ياخذه طونك ما زلت موجود. هذا قرار إنهاء الحق. بالطبيعة بعده هو يبعث لي معناها في وقت اللي جاوبت وانا قلت وراه قرار نهاية الحاق ما يعفينيش من مهامي كمدير عام، لان المهام هذه مانيش ماخذها معناها هكاكا مع تحت هيك، ماخذها وفق امر قرار باش وزراء، وثم امر هاو صادر معناها الامر عدد 29/8 عام 2012 في 27 نوفمبر 2012، ثم الامر صح فيه رئيس حكومه يعطيني مهام، يكلفني مهام مدير عام المركز هذاك. كي قلت له سيد وزير راك انت تنحيلي في الحاقي بكل ما فيه، فرضا انه هو صحيح نهى الحاق، راهو ما ينحيليش المهام هذه. فيزيد يقدم القدام ويبعث فاكس واحد اخر، ولات المديرين العامين ولاو يتنحاو بالفاكس معناها، يبعث لي فاكس يقول لي راهو تابعا لانهاء الحاقكم راهو تقرر انهاء مهامكم، ويصح من الوتر. السيد وزير الثقافه لا يحق له ان يعفيني من مهامي التي اخذتها من مجلس وزاري تماما مثل المهام تاعه هو، لأن وضعيتي معناها الصدفة هي نفس وضعية وزير الثقافة. وزير الثقافة أستاذ جامعي ملحق لدى وزارة الثقافة وعنده أمر يكلفه بمهام وزير الثقافة، ما ينجمش إنهاء الحاق ينحيه من الوزارة، هكاك تولي سهلة، يولي رئيس جامعة تونس يعمل له قرار إنهاء الحاق ويجبد به الحبل من الوضع، يقول له ترجع تختم على روحك، يولي ما عادش وزير. هذا ما يصيرش، عمره ما يصير.